لازم تكون كاينه استمراريه في تجسيد برنامج طموح نتاع الدوله الجزائريه. ننتظر تجسيد برنامج طموح لصالح هذا الشعب اللي كيش نقولوا الشعب ابي، الشعب يحب البلاد نتاعه، الشعب يؤدي الواجب نتاعه. نتمنوا حاجه مليحه للبلاد، نتمنوا كاع المواطنين ان شاء الله يمشيوا يفوتوا، نتمنوا الخير لبلادنا ان شاء الله. احنا على ابواب انتخابات رئاسيه، نتمنوا من الشعب الجزائري يكون واعي ويكون ونحن ننتظر كأنا كمواطنة جزائرية أنتظر من المنتخبين أنهم يؤدوا الأمانة نتاعهم